الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، ومنك الخير كله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الخير كله، اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر أهلنا المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل شهيدهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم طعم جوعانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رحماك رحماك يا الله، رحماك رحماك يا الله. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.